بلبنان مثلا بشرك انتاج وتقريبا نفس الشيء، ما فيها الأد اختلاف مثل ما انت شفتي، لا بالتعامل ولا بالاخراج ولا بالصوره ولا حتى بالنص، يعني ما كتير في فرق، بس انه كان في صعوبه باللغه، وطبعا تكنيك تمثيل، انا على الصعيد الشخصي تكنيك جديده بالتمثيل وتقطيع اكثر، بس انه عدا عن هيك ما هالقد في فرق شفت انا حوالي. انا راح جاوب سريعا، كان التشالنج بالنسبه لنا هو كيف نقدر يكون مسلسل بثقافة مختلفة، كيف نقدر نعمل له إسقاط على ثقافتنا. أما من ناحية التكنيك في تفاصيل صغيرة مختلفة ولكن ما أثرت. النهاردة شرف إني أكون واقفة قدامكم وبقدمكم وببارك لكم على عمل جديد هنتابعه النهاردة بإذن الله على الشاشة وعلى شاهد في آي بي. طبعا النهاردة بوجود نجمة الفرقة نسمع تحية كبيرة لكل نجومنا النهاردة. ألف مبروك. هكلمكم على الصعيد الإنساني والشخصي. أنا تابعت كل التيزرز اللي نزلت وكل البروموز، كل واحد فيكم في حاجة غامضة، حاجة مش مفهومة، عينيكم لوحدها بتتكلم، مش عارفين مين الطيب ومين الشرير، مين اللي هيتنمر، مين اللي بيكره، مين اللي بيحقد، مين الطيب الحقيقي، مين اللي هيخون، مين اللي مش هيخون. يعني دخلتونا في سسبنس من قبل العمل ما يبدا مش مفهوم. وبنتكلم النهارده على عمل بيتكون من 90 حلقه. الفترات اللي فاتت شفنا الاعمال القصيره قد ايه الناس استمتعت بيها وحبوها، ولكن انتوا راجعين بمنافسه شرسه قويه، 90 حلقه هتقعدونا فيهم في البيت نتفرج عليكم بشكل يومي. طبعا العمل هيتم انطلاقه النهارده الساعه 9 المساء بتوقيت السعوديه على شاشه MBC4 وعلى شاهد VIP. هيتم انطلاق حلقتين النهاردة على شاهد وحلقة على MBC4 ابتداء من بكرة إن شاء الله. كل يوم في حلقة بتنزل على المسلسل على التلفزيون وعلى شاهد. Siletto is part of a journey that MBC Group started back in 2019 when we began investing in scripted formats. Finding the most exciting stories from Spain to Brazil to Korea and to our neighbor Istanbul. بلشنا بعروس بيروت which was our...